للمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا هاتفيا السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، بعد التحية، الرئيس السيسي سيشدد خلال المشاركة في هذه القمة على أهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ. بداية، كيف ترى الخطوات لتحقيق ذلك والرسالة وراء المشاركة المصرية في قمة مجموعة العشرين؟ الحقيقة يعني إن في تحرك ملموس من جميع الدول النامية لتكون في نظام دولي جديد، لأن النظام القديم عانت منه كثيرا. صحيح. النظام القديم كان نظام بريتن وود بعد الحرب العالمية الثانية، وكان بيعتمد أساسا على الذهب وعلى الدولار. وبعدين أمريكا أعلنت في 1970 اللي كانوا يسموها نيكسون شوك، الغطاء الذهب ما عادش للدولار، أصبح الدولار هو نفسه ذو قيمة والكل محتاج له. الحقيقة النهاردة مجموعة العشرين بتحاول توجد السبيل لكي تعيش، لأن الحصول على الدولار أمر صعب جدا في ظل عدم وجود النمو. دول طامحة في أن تكون تحت الشمس، ولكن الظروف لا تسمح، والتكنولوجيا متقدمة تتسارع ولا يوجد سبيل لهذا. الحقيقة مجموعة العشرين ومجموعة البريكس وهكذا، هذه المجموعات يمكن أن تحدث تغيرا فارقا في الموضوع. صحيح. طب سعادة السفير، يعني يأتي انعقاد قمة العشرين في ظل أزمات عالمية متلاحقة تلقي بتداعياتها السلبية على الدول النامية مثل ملف الاقتصاد، الغذاء، الطاقة، ما الذي يمكن اتخاذه من قرارات لحماية الدول النامية من هذه التداعيات؟ والله الكلام اللي حصل في موضوع البريكس كان كلاما مفيدا جدا، اللي هو التعامل بالعملات المحلية في صحيح. في بعض الأمور، هذا أمر مفيد جدا للدول النامية، أحد الحلول لإنقاذ الموقف وعدم الاعتماد الكامل على الدولار. يعني ملف التغيرات المناخية سعادة السفير لن يغيب عن طاولة المفاوضات في قمة العشرين. برأيك، ألا ترى أن الوقت أصبح أكثر إلحاحا لإلزام الدول المتقدمة بتنفيذ تعهداتها لمواجهة تغيرات المناخ؟ والله حكاية الإلزام دي مسألة صعبة. الإلزام والالتزام، يعني هذه الدول يجب أن تعي أن الضرر كل الجميع. وفعلا يعني مثلا درجة الحرارة في باريس في بعض الأيام وصلت إلى 41، وهذا أمر لم يكن موجودا من قبل. فالدول الكبرى ليست بمنأى عن الإصابة بمشكلات المناخ، وبالتالي فإن يعني هناك دعوة يجب أن تستمر، ويجب أن يتم الإلحاح عليها لكي تقوم هذه الدول الكبرى ذات الاقتصاد القوي بأن تتعامل مع وتخضع لتغيرات المناخ، وتخضع للقواعد التي تجعل التعامل مع المناخ ممكنا. نعم. سفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك.